قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمرارا لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة وإطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. كما استمع الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة. ونعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمرارا لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة وإطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. كما استمع الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.